جديد معكم أنا توني البيع، ورح نتعلم اليوم هذا التمرين. هذا التمرين كمان في صعوبة معينة وهي التالي. أولا إذا قلنا دو ري دو مي دو فا دو سول دو لا دو سي دو دو، أنا بالغنى وحتى بالسولفاج بدي يكون على طول عم حافظ على هيدا الدو، وأعرف نوت من دو ري اللي هي سجوند، لدو مي اللي هي بعد ثلاثي، لدو فا كارت، دو سول دو لا دو سي ستيام ودو دو. صعوبة هي اني اقدر فز بسرعة وحافظ على دو اللي هي على طول هي القرار. يعني باخد نفس دو ري دو مي دو فا دو سول دو لا دو سي دو دو دو. الأسوأ بس مع التمرين بيزبط اني انزل وكمان حافظ على الدو فوق، وكمان يصير العكس انه يصير من فوق عم بشتغل على انترفال بعد سكوند تيرس كارت كانت الى اخره. دو سي دو لا دو سول دو فا دو مي دو ري دو دو. يلا رح نشتغل سوا على البطيء. منقوله اول مره نوت، ثاني مره منقوله شانتي ا او 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 منختار حرف، وبعدين لحاول اني بس اعزفه انتو تكونوا عم تغنوا. دو ري دو مي دو فا دو سول دو لا دو سي دو دو دو. دو ري دو مي دو فا دو سول دو لا دو سي دو دو دو. دو سي دو لا دو سول دو فا دو مي دو ري دو دو. هلا قبل ما نبلش نغني، اذا في حاول غني هدول النوتات بدون عزف، يعني بلقط الدو وبدي لقط الدو. دو ري دو مي تكنيك دو فا نفس دو سول دو لا دو سي دو دو دو. هلا القلب غنوا معي دو سي دو لا دو سول دو فا دو مي دو ري دو دو. مثل ما شفتوا ثابت اللحن، ثابت مش عم بقشط ولا شيء. هلا اذا كان عندكم صعوبه وقفوا لهون وعيدوا الفيديو من الاول، او عيدوا اخر بارتي اللي عملته، واذا قادرين كفوا معي. رح تقولوا مره لحالكم 1 2 3 جو. أقوله مرة معكم وارجع لكم شو في أفكار نطلع فيها بهذا التمرين. عزروا عزف بعض الأيام بس أنا مني بيانيست. أوكي. رح نعمله بالطلع عليه وبالنزل استكاتو. برجع بعيد. هلا المطلوب انه يكون ثابت على طول وفوق ما تحركوا حنكم، ما خص الحن، ما خصهم بهذا الشيء. اوكي رح دق لكم اياه لاخر مره. مره بتعملوا لي اياه بالطلعه وبالنزله، ومره بتعملوا لي اياه بالطلعه واستكاتوا بالنزله. رح دق لكم اياه. 1
دو تروا كاتر. مرة اللي بتطلع استكاتو بالنزل وما تنسوا ما تنسوا الكريشندو بآخر نقطة عم نعملها فوق. استكاتو آخر مرة 3 4 تمارين تكنيك وتمارين صعبة منشوفهم بغير فيديوهات.